ليه كل ده يا عمدة؟ غفرك يمشي ورانا وقدامنا؟ حدش يضمن حد في ظروف الغبرة دي يا صابر. انت لسه مش مأمن لي يا فتح الله. لو مش مأمن لك يا صابر كنت خلصت عليك واحنا في الهوجة دي، وبعدها ابكي عليك واعمل لك مدفن وحواليه سور كبير واطلع عليه بجبة ومدنة وخلي اهل البلد كلهم يتباركوا بيك ويقولوا شلاه يا سيدي الصابر. الله، حلوه قوي، حلوه قوي ابو اسماعيل. عجبتك؟ عموما احنا فيها نقف وخلي الغفر بتوعي يطخوك. ومين اللي يضمن لك ان الغفر اللي وراك دول تبعك؟ مش يمكن تبعاني؟ وانني متفق معاهم ان اول ما نقف يفتحوا النار عليك. يبقى نجري احسن عشان نوصل الكفر مع طلعه النهار. هيفوق امتى حضرة الحاكم باشي؟ بعد ما مفعول البنج ما يخلص. بقول لك ايه يا ابن عمي؟ ايه رايك؟ وتروح تشوف جماعتك وتطمن عليهم. ماني هفضل جار ولحد ما يفوق. بلك كده؟ ايوه طبعا، بس ما تستحلاش القعده وتنساني. لا دي طلع على الواقف وش على طول مسافه السكه. ايوه الله يسترك، وتستلم الورديه مكاني عشان عندي مشوار مهم ولازم اروحه. حاضر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت لسه نايم يا ملاكي؟ اني عارف حتى لو صحيه انك مش هترد علي عشان انت زعلانة مني. نايمة ودموعك معلمة على خد. بس والله غصب عني، غصب عني يا نور. جيت امتى؟ لسه حالا. تابعنا امتى؟ يا دوب الشمس طلعت. لا لسه بدري، تعالى في حلو. انا وافقتك على كل اللي طلبته وساعدتك في تنفيذ خطتك، بعت لك قوه العساكر اللي لبسوا لبس الغفر، كل ده عشان تمنع انفجار الموقف بين الحسينه وسخويه الزاويه. اقوم النهارده الصبح على اخبار مقتله 20 قتيل وضعفهم مصابين؟ مال جنابك كنت بتمنع ايه؟ هدي خلقك يا جناب المامور واسمعني كويس، وانا متاكد ان اللي هقوله لك هيخليك تتيقن ان منعت مصيبه كبيره كان ممكن يروح فيها جد اللي ماتوا واللي اتصابوا 10 مرات. انت سبق واقنعتني قبل كده، بس انا قدامي احوال لازم تتسدد. المنصر اللي ظهر فجأة واختفى فجأة، والناس اللي اتقتلوا منهم 3 عساكر من القوة اللي كانوا لابسين غفر، مش بعيد يجيني فيهم سين وجيم واتقدر وتتوقف ترقيتي. نديم نديم باشا، ما يبقاش حبيتك جبة زي ما بيقولوا. لو حصل سين وجيم فاني مش هفوتك لوحدك، ما تقلقش. عندي في المحروسة اللي يحمو ظهرك وسددوا خناقتك، ما تشيلش هم. بكره تتباهى بعموديه بشنين وتقول مفيش عموديه زيها.